هنعمل بتنجان بالفول الاخضر والخلطه. البتنجان الايام دي في مبزر، احلى بتنجان تاخديه في الصيف، احلى بتنجان في الصيف. عشان بقى تجيبي بتنجان مش مبزر، تجيبي البتنجانة الرومي السرحه، مش التخينه قوي. يعني هتلاقي في بتنجان ايه، الواحده تلاقي عملت نص كيلو وعملت اكتر من كده كمان وكبيره قوي، دي ما تجيبيهاش، هتلاقيها مبزره ومرره وتبقى ايه من تحت كده من البوز ناشفه. عاوزه تجيبي بتنجان رومي، جيبي البتنجانه السرحه شويه اللي ما تبقاش كبيره. ده علام عم قدري بقى هو اللي علمني ازاي انقي البتنجان الحلو. لو تقدري ما تقشريش البتنجان يبقى خير وبركه. بص البتنجانه عامله ازاي اهي، بفته بيضه وما فيهاش ولا بذره. لكن لا، جربي دي وجربي الكبيره، هتلاقي الكبيره مبزره والبذره فيها باينه. هنطلع بقى البتنجان، اهو عاوزه تعمليه مدور براحتك، مكعبات براحتك. الخلطه اللي احنا هنعملها دي تقدري تعملي فيها حاجات كتير غير ان انت تعمليها بالبتنجان، بتبقى حلوه. ادي البتنجان اهو، هنطفي هنا. البتنجان ده بيتعمل طرق كتير، تعمليه مسقعه، تعمليه مشوي بابا غنوج، تعمليه وتحطي عليه ثوم وخل وشويه كمون وليمونه يبقى سلطه، تحطيه تقليه وتحطيه مع سلطه الخضار مع طماطم وخيار وحاجات من دي يمشي ويبقى زي الفل، وبنقليه كتير وبيبقى حلو ومغذي وزي الفل. ادي الفول الاخضر، الفول الاخضر عشان تحطيه في الرز، عشان تطبخيه، عشان تحطيه في اي حاجه لازم تشيلي القشره الاثنين، الخضره القشره اللي بره اللي هي دي كده، وتشيلي القشره البيضه اللي جوه دي كمان، لان دي مش هتستوي، هتقب لما تيجي تحطها في اي حاجه هتقب. تاخدي كده الفوله صافيه، خضره وصافيه. ده كده البصل اللي هنحطه مع خلطه البتنجان. اللي ما تعرفش تعمل على ايدها كده، تعمل على حاجه خشبه ولا حاجه تخرط عليها، مالكوش دعوه بغاليه هي بتخرط على ايدها ليه. هتحطي بصلايه متقطعه طرنشات في شويه زيت، وتحطي معاهم فص ثوم مدقوق، وتحطي شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل، شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل. ادي الكمون كلهم على بعض، التتبيله دي كده كلها هتاخد مع بعضيها. الفلفل اهو، ملح وفلفل وكمون وبصل وثوم، ونشوح ده كله مع بعضه ومعاهم الفول الاخضر. بصي بيهم بقى يتشوحوا مع بعض وياخدوا يدوا وينزلوا ميتهم. الفول الاخضر مش محتاج ان هو هياخد سوى، احنا مش هنطبخه، يعني هياخد تقلبتين مع البصل ويبقى زي الفل عشان ما تسيبهوش ينشف. كده شوحنا البصل مع الثوم مع شويه قرن فلفل اصفر قرن فلفل اخضر، وهنحط معاهم البتنجان المقلي، وطبعا متحيقين بالملح والفلفل وكل الحياء بتاعهم، والفول الاخضر. ده بتنجان بالخلطه، الخلطه دي تقدري بدل ما تاكليها في بتنجان تحطيها على رز على اي حاجه تحبيها، تمشي برده على مكرونه وتبقى زي الفل. ده بتنجان بالفول الاخضر.